خطبة عيد الفطر، الأعياد عبادة، الحمد لله، والله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر الله أكبر، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا، الحمد لله وحده صدق وعده، ونصر عبده، وأعز جنده، وهزم الأحزاب وحده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فقد خلق الله تعالى الخلق لعبادته، فقال جل شأنه: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومفهوم العبادة في الإسلام لا يقتصر على أداء الفرائض من صلاة وصيام وزكاة ونحو ذلك فقط، بل هو مفهوم واسع وشامل لكل مناحي الحياة، فكل ما يصدر عن المسلم من أقوال وأفعال من الأمور الواجبة والمستحبة فهو من العبادات التي يثاب العبد عليها، بل إن ترك فعل المحرمات وإخلاص النية لله عز وجل في فعل العادات كل ذلك يدخل في مفهوم العبادة التي يثاب الإنسان عليها، حيث يقول سبحانه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وها هو شهر رمضان قد انقضت أيامه المباركة سريعا بعدما تقلب العبد فيها بين ألوان من الطاعات والعبادات، يرجو رحمة الله عز وجل وفضله ومغفرته. واليوم أشرقت علينا شمس عيد الفطر المبارك ببهجته وفرحته، أعاده الله علينا وعليكم وعلى العالم أجمع بالخير واليمن والبركات، وهو نعمة تستحق الشكر، كونه مظهرا من مظاهر البهجة والفرح والسعادة بإكمال عدة الشهر وإتمام نعمة الله تعالى على عباده من جهة، وكونه فضلا من الله تعالى يوسع فيه على عباده بالخير واليمن والبركة من جهة أخرى. إن العبد بصيامه رمضان قد أدى عبادة من أسمى العبادات، حيث تغلب على شهواته وقاوم رغباته وجاهد في تحقيق التقوى التي هي غاية الصيام وسبب لقبول الأعمال، حيث يقول سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، ويقول تعالى: إنما يتقبل الله من المتقين. ثم يأتي يوم العيد، يوم الجائزة والبراءة من الذنوب والطهارة من العيوب، اليوم الذي يباهي فيه ربنا سبحانه بأهل الإيمان ملائكته التي تقف على أبواب الطرق تبشر الصائمين بمغفرة ذنوبهم وقبول طاعتهم ورفعة منزلتهم. فيبدأ المسلم يومه بالتكبير والصلاة والتقرب إلى الله عز وجل بالطاعة بعد الطاعة. فبعد نعمة الصيام والقيام تأتي نعمة التهليل والتكبير، يقول الحق سبحانه: ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وكان أحد العلماء يقول: إذا وفقني الله إلى طاعة ثم وفقني إلى شكر الطاعة علمت أن الشكر نعمة جديدة تحتاج إلى شكر جديد،
لأنها هداية جديدة. فكما كان رمضان شهر عبادة وطاعة، فإن الفرح بالعيد عبادة وطاعة، فحق المسلم أن يفرح بيوم العيد، حيث يقول سبحانه: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ويقول صلى الله عليه وسلم: للصائم فرحتان يفرحهما، إذا أفطر فرح بفطره، وإذا لقي ربه فرح بصومه. وفي الأعياد تتجسد مظاهر الفرح المشروع. فعن أنس رضي الله عنه قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ولهم يومان يلعبون فيهما، فقال: ما هذان اليومان؟ قالوا: كنا نلعب فيهما في الجاهلية. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. وذلك من مظاهر سماحة الإسلام وعظمة شعائره. فيوم العيد هو يوم سعادة وسرور وإدخال البهجة والفرحة على الناس جميعا. إن من مظاهر الفرح المشروع في الأعياد التوسعة على الأهل والأبناء والأحفاد بكل مظاهر التوسعة المباحة، بالطعام والشراب والثياب والنفقات وغير ذلك. وهذا كله من الأمور التي يثاب الإنسان على فعلها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعل في فم امرأتك. وكذلك ينبغي للإنسان أن يكون حريصا على إدخال السرور على الناس جميعا، خاصة الفقراء والمساكين واليتامى. فقد جعل الله عز وجل زكاة الفطر عفة وإغناء للفقير عن سؤال الناس في هذا اليوم. فقال صلى الله عليه وسلم: أغنوهم عن طواف هذا اليوم. فقوله صلى الله عليه وسلم أغنوهم، أي أعطوهم ما يحقق لهم الغنى ويكفيهم ذل المسألة. ولم يقل صلى الله عليه وسلم أعطوهم ولا أحسنوا عليهم ولا تصدقوا إليهم، وإنما قال أغنوهم، ترغيبا منه صلى الله عليه وسلم في كفايتهم في هذا اليوم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله، والله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله وحده، وصلاة وسلاما على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. إخوة الإسلام، إن من مظاهر الفرح والسرور التي تندرج تحت مسمى العبادة في هذا اليوم تقوية الروابط والصلات المجتمعية، ومن أهمها صلة الأرحام التي تعد من أعظم الواجبات وأفضل الطاعات، فبها تنتشر المحبة بين الأهل والأقارب، وتتآلف القلوب، ويزيد الله بها في العمر، ويبسط الله بها في الرزق، ويبارك بها في المال. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. والصلة تقتضي العفو والصفح ودفع السيئة بالحسنة. لذا يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها. ومن الصلة التي حث عليها الشرع الحنيف العمل على توطيد العلاقات الاجتماعية بين الناس جميعا،
بالتزاور والتلاقي والتصافح والتهاني والتآلف والتعارف ونشر التراحم بين الناس كافة. وذلك من أسمى العبادات التي تستجلب محبة الله عز وجل. فعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا زار أخا له في قرية أخرى، فأرصد الله له على مدرجته ملكا، فلما أتى عليه قال: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ قال: لا، غير أني أحببته في الله عز وجل. قال: فإني رسول الله إليك بأن الله قد أحبك كما أحببته فيه. لذا كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم أن يخرج المسلم إلى المصلى ماشيا. فعن علي رضي الله عنه قال: من السنة أن يخرج إلى العيد ماشيا، فلا يركب إلا من عذر أو بعد مسافة. وكذلك من هديه صلى الله عليه وسلم أن يذهب المسلم إلى مصلاه من طريق ثم يرجع من طريق آخر. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان يوم عيد خالف الطريق، وذلك ليشهد له الطريقان عند الله يوم القيامة، وليسلم على عدد كبير من الناس، وليتبادلوا التهاني فيما بينهم بهذا اليوم المبارك. فعن جبير بن نفير رضي الله عنه قال: كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا التقوا يوم العيد يقول بعضهم لبعض: تقبل منا ومنك. على أننا نؤكد أن مواظبة العبد على فعل الطاعات بعد رمضان علامة من علامات قبول الصيام. فإذا ما أتم الله علينا النعمة والفضل بصيام شهر رمضان، فإنه يستحب لنا صيام الست من شوال التي حثنا النبي صلى الله عليه وسلم على صومها ورغبنا فيه وأرشدنا إلى فضله. فقال صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال كان كصيام الدهر. فصيام ستة أيام من شوال بعد رمضان يستكمل بها أجر صيام الدهر كله، فلنحرص على صيامها تقربا إلى الله عز وجل وطمعا في رضاه، سائلين الله عز وجل أن يتقبل منا الصيام والقيام وصالح الأعمال. وكل عام والعالم كله في أمن وأمان وسلم وسلام. اللهم اجعل هذا العيد عيد يمن وخير وبركة وأمن وأمان وسخاء ورخاء على مصرنا الحبيبة وسائر بلاد العالمين.